مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات. عندنا اليوم النبات الفلفل الحار او الفلفل الحريف، كان على اسم علمي سابق تم اضافته الى مجموعة انواع الفلفل، من ضمنها ايضا الفلفل البارد، ولكن يسمى بعدة اسماء، منها الفلفل التشيلي ومنها الفلفل اسمه الفلفل التشيلي الحار. طبعا معروف وش يستخدم له الفلفل الحار، موطنه المكسيك، وينتشر الآن في جميع أنحاء العالم اليوم من أجل زراعة العجل الطبخ أو من أجل زراعة الزينة أيضا. عائلات الفلفل الحار كثير من العائلات، يعني تختلف الأنواع، منها الكروي، منها المستطيل، منها المصفر، ومنها المحمر، وكلها فلفل حار أو حريف. يستخدم في الطهي وأيضا يستخدم في الزراعة والزينة، الزراعة من أجل الزينة. طبعا التباين في اللون والمظهر يجعل نباتات الفلفل الحار مثير لاهتمام البعض، من كنبات حديقة للزينة مثلا، في الأسود اللؤلؤي، في المجري الأسود، وفلفل تاج الأسقف، كريسماس البغاري، أيضا في علم النفس والطب والقيمة الغذائية والزراعة. في كثير من المعلومات تجدون الرابط أسفل الفيديو، إمكانكم متابعتها. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.